أول شيء مبارك لك ما شاء الله عليك، يعني من رالي دكار وانت مبدع ومستوى يعني مستقر رغم الظروف ورغم الانقطاع يعني بسبب كورونا، لكن انك في حائل ما شاء الله قدمت رقم جميل. الله يبارك فيكم. طبعا الحمد لله على كل حال، اليوم فزنا برالي حائل للجولة الرابعة من بطولة العالم، ومتبقية ان شاء الله الجولة الخامسة اللي هي بعد يومين راح ننطلق، ونتمنى ان شاء الله التوفيق. وطبعا كل الشكر للأخوة هنا في حائل وفي السعودية على الاستضافة، جميع المتسابقين في العالم. اليوم طبعا رالي حائل هو معروف من أقوى الراليات في العالم، والجميع يفضل أنه يكون موجود هنا في حائل، واستعداد الرالي هذا لأكبر حدث في العالم اللي هو رالي داكار إن شاء الله. طب كيف الاستعدادات الرالي داكار؟ هالسنة بتكون أصعب. مستعدين، وأكيد أنه راح تكون أصعب، وإن شاء الله إحنا مستعدين ونتمنى إن شاء الله الفوز يكون فوز عربي بإذن الله. بالتوفيق. شكرا لك.